أما إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة فإنه يكون محلهما قبل السلام، مثل أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقوم، فإنه إذا نسى التشهد الأول يعني التشهد الأوسط كما يقول العلماء ثم قام لا يرجع إليه بل يتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم، ويسجد قبل أن يسلم لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في صلاة الظهر أو العصر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم. وكذلك لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يكبر في الانتقالات، فإنه في هذه الحال يكون السجود قبل السلام لأنه عن نقص في الصلاة. دليله ما أشرنا إليه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وسجوده قبل